وأنت تسير في بغداد تستوقفك تماثيلها الموزعة في كل ركن من أركانها، فتشعر أحياناً أنك جزء من إحدى قصص ألف ليلة وليلة، وفي أحيان أخرى تشعر أنك في حقبة زمنية من حقب الماضي، كما هو الحال وأنت تقف أمام تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور مؤسس المدينة المدورة قبل أن يتحول اسمها إلى دار السلام ثم بغداد، حاضرة الدنيا وعاصمة الخلافة العباسية آنذاك. الشخصية الإنسانية تتكون من خلال هذه المفردات التراثية، التاريخ والتقاليد وهذه الانتماءات، وبالتالي لا شخصية إذا فرغت هذه الأشياء من الشخصية الإنسانية ستكون شخصية ليست لها عمق، ليست لها وجود أساسا. لذلك فهي مفردات مهمة جدا لتكوين الشخصية أو الكينونة العراقية. ألف ليلة وليلة كتبت في العراق وأخذت رمزا بغداديا، وبالتالي أصبحت هذه جزء من التراث العراقي. وجودها في الساحات تؤكد هذا الشيء، عندما يأتي الطفل ويأتي الإنسان ويمر إلى جانبها يحس باللاوعي بأن هنالك له عمق كبير تاريخي من الأدب والحضارة والتاريخ والمفردات والأدب والحكايات. هذه تعطيه نوع من الاعتزاز أول الوطني، تخليه يعتز بمفردته وبعدين تخليه يتعلق بالتاريخ، تحاول أن يكتشف حتى لو كان طفل ما يعرف راح يسأل عنها. وبالتالي أعتقد وجودها مهم جدا، ليس فقط العراق لأن بغداد كانت عاصمة الدنيا والزمان، ولذلك كل البلاد العربية والإسلامية عندما تقول بغداد يعتزوا بغداد لأنه أغلب شعراء العالم العرب الإسلامي هم من بغداد. كل الفقه الإسلامي بكل أطيافه كتب في بغداد. المجسمات المختلفة لتماثيل بغداد تمزج بين أحداث الواقع التاريخي والواقع الخيالي، خيال طالما جسدته شهرزاد بقصصها التي كانت ترويها كل مساء لملكها شهريار الناقم على نساء مملكته إثر خيانة زوجته، لتشتري شهرزاد رأسها مقابل حكاياته المسائية. مع إشراقة كل صباح تكف شهرزاد عن الكلام المباح، فياوي شهريارها إلى فراشه ويبقى تمثالها شاخصاً، لعله يسترق قصصاً وحكايات بغدادية دأب العراقيون على سردها هنا في شارع أبو نواس على مرمى حجر من مياه دجلة الفياضة. وليس ببعيد عن تمثال شهرزاد وشهريار تتوسط هذه الفتاة الجميلة بقوامها الداهية في عقلها، إنها كهرمانة، الفتاة التي يتوسط تمثالها إحدى أهم ساحات العاصمة العراقية فسميت باسمها، واحدة من أبطال قصص ألف ليلة وليلة. كيف لا وهي من صبت الزيت فوق رؤوس لصوص بغداد بعد إقناعهم بالاختباء داخل جرارها الأربعين للاختباء من شرطة الوالي، لتخلد قصة من أروع قصص ألف ليلة وليلة، قصة كهرمانة والأربعين حرامي. بالتأكيد النصب والتماثيل في أي بلد هي تدل دلالة كبيرة على ثقافة ذلك البلد، وتطور هذه النصوب والتماثيل وزيادتها يدل على أنه هذا البلد يؤمن بثقافته، يؤمن بتاريخه، يؤمن بحضارته. فلذلك نشاهد كثير من بلدان العالم المتطورة والحديثة يعني تحافظ على تراثها من هذا الجانب، تحافظ على تماثيلها. أما هذا التمثال فهو لصاحب الكلمات الخالدة، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، إنه المتنبي الذي عشق نهر دجلة فاتخذ تمثاله مقامه الدائم على ضفافه. الحقيقة جميع الأمم يعني تسعى جاهدة لتخليد، أولا تخليد شخصياتها، يعني بالتأكيد لديها شخصيات لها مكانة مرموقة، قد تكون اجتماعية، قد تكون علمية، قد تكون سياسية، تخلدها من خلال النصب التذكارية. أعتقد أنه في بعض الأحيان تصبح مناطق سياحية تزورها الوفود، تزورها الهيئات الدبلوماسية، وحتى في مناسبات معينة تحاول أن تحتفل بها. للأسف الشديد المرحلة الجديدة أو الوقت الحاضر في البلد شهد
انتكاسا لهذه هذه النقلة الحضارية التي تمثل الأمم. في العراق بدأت تتقلص هذه الظاهرة للأسف الشديد. يعني أتذكر أنه تمثال أبو نواس مثلا إلفت فد رمزية عند الشباب في النصب هذا الموجود في شارع أبو نواس. كنا في مرحلة الشباب عندما نريد أن نحيي ليلة معينة مثلا نذهب إلى قرب هذا النصب ونجعل هنالك جلسة شعرية، جلسة حوار شبابية. هذه أيام الشباب. أما قصة الحب والشجاعة معا فتراها عند مدخل حي الأعظمية، أحد أقدم وأعرق الأحياء البغدادية في ساحة عنتر، التي سميت نسبة إلى شاعر الحب والشجاعة عنترة بن شداد، الذي يتوسط تمثاله هذه الساحة ساحة عنتر. النصب كل هذا النصب الموجودة اللي بالعراق أكثرها جمالية اللي هو نصب التحرير للفنان الراحل جواد سليم الله يرحمه، بعدين يعتبر من المخلدين، بعدين أجا وراء الفنان فايق حسن موجود وراح توفى إلى رحمة الله، أجا بعده الفنان محمد غني حكمت. محمد غني حكمت إلى بصمة قوية بالنصب بالتماثيل العراقية والنصب العراقي الموجود حاليا بالعراق، وما في كهرمانة وشهريار وتماثيل أخرى اللي باللمسات الأخيرة قبل يتوفى أكملها أنجزها، واللي هي خمس نصب من ضمنها الفانوس السحري الموجود قدام أمام المسرح الوطني. وإذا كانت بغداد تزخر بتماثيلها الخاصة، فإن مدن العراق المختلفة من البصرة حيث تمثال السياب إلى بابل حيث الجنائن المعلقة، وصولا إلى كهف شانيدر حيث يقال أنه مكان أول إنسان قديم عرف على وجه الأرض، كلها تحمل قصصا لا تحصى، ربما نسرد بعضها في حلقة أخرى. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.